مين سنذهب وإياك إلى العراق لنتعرف على الطالب بشير ضياء شكر الذي تمكن من ابتكار عصا ذكية لفاقدي البصر في إعدادية الفلوجة المهنية في الأنبار. وقال بشير إن العصا تعمل على مساعدة فاقدي البصر وذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل من مكان إلى آخر عن طريق مستشعرات مطورة تقوم بإطلاق صافرة إنذار في حال وجود أي حاجز كان من المعادن أو حتى القماش والأجسام والمواد بكل أنواعها للمكفوفين عن طريق حساس يسمى ألتراسونيك. نشاهد المزيد في هذا التقرير من العراق. عندما نذهب في أسواق ومحال تجارية كل ما نجده لذوي الإعاقة هو للمعاقين وفاقدي السمع فقط، أما كمكفوفين فليس هناك شيء يمنحهم الحياة ويمنحهم القوة لمواجهة صعوبات الحياة بشكل كامل. فأنا اليوم فكرت هذه العصا هي راح تكون ذكية وتفاعلية بنفس الوقت. هذه هي العصا الذكية التفاعلية. هنا راح يكون عندنا المفتاح الكهربائي مع مصباح الإشارة اللي راح يكون باللون الأخضر المميز. هنا عندنا الحساس، حساس الالتراسونيك اللي هو مستشعر الصدمات، مرسل ومستقبل للموجات فوق الصوتية. أما هنا بالأخير راح يكون عندنا البوكس اللي هو حاوي على جهاز الأردوينو المتحكم الرئيسي بالعصا مع بطاريات الليثيوم مع مصدر شحن للبطارية 12 فولت وقاعدة رباعية لتفادي سقوط العصا. فنحن من عائلة مهنية تهتم بالجوانب المهنية والابتكارات، فبشير نشأ من بين هذه العائلة فابتكر هذا الشيء لخدمة الإنسانية والمجتمع، بالإضافة إلى يعني قد ممكن أن تستثمر وزارة الصناعة والمعادن هكذا استثمار كمشروع لتقديم يعني يكون فيه جدوى اقتصادية أيضا للعراق وأيضا تكون به خدمة إنسانية في نفس الوقت. العصا تفاعلية ذكية لأن بالإمكان إدخالها مع شبكات المرور الإلكترونية الموجودة في دول الخارج، بالإمكان أيضا تعقب الشخص عن طريق برنامج الجوجل أرث، وبالإمكان أيضا تستشعر الألوان بالجسم المقابيل فتخبر بالشخص المستخدم بالألوان اللي يرتديها الشخص مقابله.